السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل إخوات عاملين إيه؟ نعتبركم بدرس جديد وإحنا نكمل مع بعض، الزق لما الزقلول يطلع تراعيه، من أول فرخ يفطم، أول فرخ يطلع من البيضة، هنبدأ نراعيه إزاي؟ وإيه اللي هنعملوه؟ وهنمشي على جدول وإن شاء الله يوميا هرفع لكم فيديو على الموضوع دوت، ويلا بينا نبدأ. معانا دلوقتي بسم الله ما شاء الله، أنا هصور لكم من داخل المزرعة بتاعتي، في فروخ طلعت لسه عمر يومين، وفي حاجات عمر 5 أيام، في حاجات عمر شهر، وفي حاجات خلاص قربت تتفطم. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد كل واحد يا رب ويرزق كل اللي محتاج. اول حاجه بتعملها ايه انت يا معلمي؟ هنمشي في 3 حاجات زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا حاطط في كل قفص، اكله من دي، اكله البلاستيك دي، واحده فلارس تمام، واحده بلكم، واحده حاطط فيها شيشه تمام. دول اساسيات، ده اسمه وجبه اساسيه، ما بتشيلش الحبوب دي اساسيه تمام. بعد كده ايه بقى معانا اللي هي الحاجات الاضافيات. النهارده يا جماعه انا عامل بيض بالبقسماط، ده بيض بالبقسماط ساده تمام، بيض بالبقسماط ساده يا جماعه، البيض بالبقسماط الساده دوت. مثلا هنمشي هننظم اسبوعنا، النهارده بيض بالبقسماط بس، ملوش اي حاجه ولا اي حاجه خالص تمام. النهارده حطيناه ده يا جماعه، الطريقه دي لو مشيت عليها ان شاء الله هتشوف زغاليل بسم الله ما شاء الله. اي حاجه يا جماعه، انا بتكلم على كل جميع انواع الطيور، الزينه، الكوكتيل، الرز، الفيشر، الاستراليات، الاستراليات بجميع انواعها بقى، فورل بجميع اي حاجه تمام، اي نوع عصافير زينه تمام. لو مشيت دي زي ما انا بقول لك كده. طبعا البيض بالبقسماط النهارده هنحط له البيض بالبقسماط تمام، بكره هنعمل بيض بالبقسماط وعليه اضافه واحده، هنحط نجيب مبشره، وانا قلت في فيديوهات قبل كده على الموضوع ده، نجيب مبشره وعليه وهنبشر الكوسايه في على البيض بالبقسماط، ونقلبها ونقلبها عادي خالص، وهنقدمها للطير هياكلها يا ابو جو، هياكلها وبصوا زي الفل بسم الله ما شاء الله. الطير كده احنا فاهم حضرتك، في ناس كتير تعليقات بتقول ان الطير ما بياكلش بيض بالبقسماط وما بياكلش الاضافيات. هقول لحضرتك، الطير اول ما بيطلع فروخ بيبقى جعان عايز ياكل عياله اي حاجه ياكلها، فانت هتعوده في فتره الفروخ هياكل. اسحان بقى لو انت جايب طير من بره بياكل الحاجات دي، فده رزقك تمام. عملنا النهارده بيض ساده، وبكره ثاني يوم بيض بالبقسماط عليه كوسايه، اليوم الثالث بيض بالبقسماط اساسا. محدش يقول لي غلط، والله ما غلط، وقت الفروخ مش غلط. هتجيب بطاطايه وتبشرها عليه، اليوم اللي بعده هتجيب جزر لو متوفر عندك جزر، ما شاء الله تحفه الجزر، وتشكل ده يوم تحط قرن فلفل مش حامي، قرن فلفل هادي كده اللي هو الالوان دي، حط قرن فلفل، ابشر قرن فلفل عليه تمام. كده يا جماعه انا اتكلمت عن بيض بالبقسماط وجباته اليوميه، والله لو مشيت على الموضوع ده، هتشوف انتاجيه بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يرزق يا رب كل المحتاج، ربنا يرزق كل الناس. كده انا اتكلمت في البيض بالبقسماط، يعني ايه اضافياته وتمشي معاه ازاي، حاجات هتمشي معاك ما شاء الله. جميل جدا جميل جدا يا جماعه، الناس اللي عارفه ان انا بقول دوت، البيض بالبقسماط تحفه 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 تحفه، بيديك زغلول ما يتوصفش. كده يا جماعه بقى انا اتكلمت عن درس النهارده، انا كل يوم كده ايه نتكلم في حاجه بسيطه كده عشان ما نطولش على حضراتكم. لو مش مشترك عندي في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ونشترك من كل جديد، ومستني اي تعليق منك في اي حاجه انت محتاجها، اي حاجه انت محتاجها عن الطيور الزينه عايز تعرف ده من نتائج اقول لك، عايز تعرف اي حاجه اكتب لي في التعليقات تحت، وانا هرد على حضرتك في اقرب وقت ان شاء الله. ومفيش دعوه منكم كده من القلب، لو في اي حاجات دي عايز حاجه يا ريت يقول لي يا جماعه. اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.